ارتفعت أسعار الذهب مقتربة من المستوى القياسي الذي سجلته الأسبوع الماضي، إذ عززت المخاوف إزاء تصاعد التوترات الجيوسياسية الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا. وارتفع الذهب 20% إلى 2387 دولارا و11 سنتا للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق وهو 2431 دولارا و29 سنتا يوم الجمعة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 19% إلى 2403 دولارات و90 سنتا للأونصة.